السلام عليكم مدرب السياقة باللغزي شعيب. أستاذ، كيفاش نبقى في المسار؟ أو كيفاش نصحح المسار؟ أو شنو هو المؤشر باش نبقى في المسار؟ أنا أصلا فصلت في الدرس 26 وتكلمت على التوازن والأبعاد، ركزوا فيه كل واحد والدرجات الاستيعاب اللي عنده تكون سريع للفهم راه فهم، اللي عنده شويه الفهم ثقيل غادي ندير هذا الدرس هذا، ولكن غادي صراحه غادي نتكلم بصراحه مطلقه. غادي نتكلم على ثلاثه ديال النقاط: اولا المعلومه الخاطئه، ثانيا السبب الحقيقي التي يخلي السائق المتعلم او المبتدئ ما تيشتش التوازن وما تعرفش الابعاد، ثالثا الحل الحقيقي والمنطقي. هاد المره غادي نتكلم معكم صراحه لان هاد السؤال تيتطرح عليا شحال مره. توازن، كما قلت لكم هاد النقاط غادي نتكلم فيهم، ولكن خصنا نستبعدوا الحاله الميكانيكيه للسياره. بمعنى إذا كان العجل إذا كانوا العجلات فيهم خلل، يعني ما منفوخينش مزيان، أو فيهم عوجات، هذوك الشنطات عوجين، أو البنو عوج، يعني العجلة هنا راه التوازن، واخا تبغي تشد التوازن ما غاديش، لا بدا السيارة إما تجرك الجهة ديال اليمين أو الجهة ديال اليسار كما تتشوفوا. في السيارة واخا تحاول درت هذيك التجربة باش تفهموا العجلات تنستبعدهم، والحاله الميكانيكيه يعني تكون الميكانيزمات اللي تيشدوا العجلات، راه الا كان شي خلل راه واخا دير مجهود، بالخصوص الكريماير او الروتيلا. اذا تنستبعدوا الحاله الميكانيكيه للسياره، يعني السياره تتكون في حاله جيده او ممتازه. اولا النقطه الاولى المعلومه الخاطئه، كما تتشوفوا في الصورة تيقول لك شد التوازن ومعرفة الأبعاد. مثلا باش نبقى في المسار ديال اليمين كنشوف المرايا الخارجية ديال اليمين كما تتشوفوا في الصورة، أو فاش في حالة التجاوز أو بغيت نشد الجهة ديال اليسار باش ندور كنشوف المرايا ديال الجهة ديال اليسار كما تتشوفوا في الصورة، أو عن بعد، يعني فاش نبغي نشوف نكون في المسار الصحيح كنشوف هذا المؤشر هذا اللي تشوفوا قدامكم تيقولوا شوف هذاك المؤشر باش تبقى في المسار الصحيح. نتكلم معكم بصراحه مطلقه، اذا اللي تيقول هاد المؤشرات ما تيفقهش التعليم، لان الا شفت احنا نهضروا منطقيا فاش تكون غادي بسرعه. اذا باش تستوعب تعرف الخطر وتستوعبه وتشوف المسافات الامان ورد الفعل، وانت غادي بواحد الصوره غادي تشوف الجهه ديال اليمين او تشوف الجهه ديال اليسار او تشوف هذاك المؤشر اللي قدامك. اذا فين هو رد الفعل؟ واش السياره غادي نبقى نحضي الجناب ديالو ولا غادي نحضي النسبه الكبرى يعني العليا قدامي؟ اذا هاد الابعاد هادو راه ما خصنيش نشوفهم. امتى تنشوف هاد الابعاد ديال المرايا وديال المرايا ديال اليمين او المرايا ديال اليسار او داك المؤشر ديال السويغلاس؟ امتى تنشوفهم وعندي الحق نشوفهم؟ في هاد الحاله فاش تكون، سمعوني مزيان، فاش تكون السرعه منعدمه او شبه منعدمه. بمعنى اما تنكون غادي لقدام برومي او راجع المارشري، اذا هنا السرعه تتكون اقل من 10 كيلومتر في الساعة. إذا في هذه الحالات ممكن نشوف المرايا ديال اليمين والمرايا ديال اليسار أو هذاك المؤشر ديال السويغاس. من غير هذه فاش تكون السرعة ممنوع. إذا ما خصنيش نشوف هذه المؤشرات، وهذا راه كلام فارغ ما عندوش شي سند علمي. النقطة الثانية، أشنو هو السبب الحقيقي اللي تيجعل السائق المتعلم أو المبتدئ ما تيشدش التوازن وما تعرفش الابعاد؟ عند صراحه مطلقه كما قلت لكم
شنو هو اللي تيخليه ما تيشدش التوازن وما تيعرفش الابعاد؟ وهو التوتر العالي والتصلب. يعني فاش تكون شاد الفولون بواحد القوه بالتوتر والتصلب ديالك، هنا ما تيكونش التوازن، اما تتميل الجهه ديال اليمين او تتميل الجهه ديال اليسار، كما نشرح لكم بطريقه اخرى. فاش اول خطره تركب في البيكال، يعني هذيك البيسيكلات، لابد عاد تركب تطيح بالبيكاله. علاش؟ لان اما تتجر لليمين او تتجر لليسار، والسبب الثاني وهو تتشوف لتحت. اذا الا بغيت البيكاله نبقى غادي بها مزيان، تنهز عيني وتنبيدل، راه هكا السياره، ما خصنيش نشوف الجهه ديال اليمين ديال اليسار ولا داك المؤشر باش نبقى شاد التوازن. اذا السبب الثاني وهو التوتر والتصلب. اذا فاش يكونوا هادو، راه ضروري غادي تميل اليمين او اليسار، او ما غاديش تشد المسار الصحيح وتبقى في المكان ديالك. اذا انا تنأكد دائما، تتسمعوني في الدروس ديالي، تنأكد بلا خصها تكون الرؤيه القدام، يعني عن بعد. فاش تشوف هذيك لاسين كامل، لاسين كامله تتساعدك باش تبقى شاد المسار ديالك. اذا النقطه، الحل الحقيقي والمنطقي، الحل الحقيقي والمنطقي وهو التدرب. يعني خصني نتدرب. اذا فاش تنتدرب بطريقه سليمه، هنا تنبدا نكسب المرونه. اذا السبب الحقيقي باش يكون توازن في الطريق وهي المرونه. فاش تولي المرونه، يعني الجسم تيولي مرين، وبالخصوص اليدين والرجلين، هنا تتولي تتعرف توازن، وتتولي تلعب بالفونو بطريقه، يعني ماشي ما تيكونش هذاك التصلب، تلقائيا بكل صراحه. انا تنتكلم معكم بلا ما غادي نبقى نكذب عليكم. فاش تولي تتمتع بالمرونه، راه ما تيبقاش عندك اشكال في تحديد المسار والتوازن في الطريق ومعرفه الابعاد. اذا هذاك باش نقول لك، شوف المرايه، والمرايه ديال اليمين ولا المرايه ديال اليسار، وهذاك المؤشر هذا، راه الضحك على الدقون. اذا هذوك المؤشرات الله يرضي عليكم، وياكم تكونوا غاديين بصوره وبدا تشوفوا في جنابكم ولا لتحت، راه الا شتي هذا راه غادي تشوف على 50 متر قدامك، وانت راه خصك على الاقل تشوف واحد 600 متر ولا 700 متر الرؤيه. اما الا كنتي تتشوف عن بعد، غادي تشوف كيلومتر، كتولي تتبان لك لاسين. اذا صراحه انا نتكلم معكم بصراحه مطلقه، معرفه الابعاد والتوازن، بمعنى باش نبقى في المسار، خص المرونه، وخص الواحد يكون تدرب بما فيه الكفايه. فاش تدرب راه تبدا تكسب هذيك المرونه، وما تيبقاش عندك اشكال في التوازن ومعرفه الابعاد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.